أما لو رحنا على تركيا ففي قصة ثانية تحت قبة البرلمان ولافتة الأنظار، وبطلها عضو البرلمان حسن بيتميز، واللي صابته أزمة قلبية وأغمى عليه وهو بيقول كلمة أمام الجمعية الوطنية الكبرى وبيوبخ فيها الحكومة التركية بسبب موقفها من إسرائيل، واتهم إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي للفلسطينيين. والنائب في نهاية الكلمة قال لهم ما رح تفلتوا من غضب الله ولم أوراقه أطاح. Tarihin azabından kurtulsanız Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Birleşime 20 dakika ara veriyorum. بعد الفيديو تم تداول أخبار أنه النائب توقف قلبه ولكن لحقوه في المستشفى وحطوا له دعامتين في الشرايين وهو الآن بخير.